اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات، طلاب الصف الثاني الاعدادي. شرح سريع للوحده الاولى بعنوان لسبور الرياضات. طبعا احنا هنتعرض في الاول للفوكابيلير اللي موجود عندي، اللي هي لو فوتبول او لو فوتبال، لو باسكيت، لو تنس، لو سيكليزم، لو جيدو، لو بينج بونج، لا ناتاسيون، ليكيتاسيون، يوتي سبورتيف. سؤال بمعنى هل أنت رياضي أو يوتي سبورتيف؟ السؤال بمعنى هل أنت رياضية، ونلاحظ هنا الاختلاف في الصفة اللي هي سبورتيف وسبورتيف. صفة سبورتيف رياضي للمفرد المذكر، لما نيجي نأنثها نضعها في التأنيث بنستبدل الإف بحرفي الفي أو. طبعا الإجابة على السؤالين بنستخدم وي إذا كانت الرد بالإيجاب، je fais du de la de l'apostrophe. ودلوقتي إحنا بنفكر بعض إن إحنا بنستخدم مع فيرب فير قبل الرياضات حروف الجر الأرتيكل كونتراكتي، آسف مش حروف الجر، اللي هي الأدوات المدغمة اللي هي دو دو لا دو إلا بوستروف ودي. والدي إحنا كنا بنستخدمها قبل اللعبة المفرد المذكر، والدولا قبل اللعبة المفرد المؤنث، والدو إلا بوستروف قبل اللعبة المبدوءة بحرف متحرك ليه طبعا مذكر ومؤنث. This example. Je fais du judo. Je fais de la boxe. Je fais de l'équitation. Fais des phrases. كون جمل. L'équitation. Je fais du foot. Je fais de la natation. Bravo. Merci beaucoup. J'aime, أنا أحب. J'adore, أنا أعشق. اللي هي المرحلة ما فوق الحب. Je n'aime pas, أنا لا أحب. Je déteste, أنا أكره. Fais des phrases, كون جمل. Je n'aime pas faire de l'équitation. ولاحظنا ان verb faire بعد n'aime pas موضوع في الانفينيتيف المصدر. J'adore faire de la natation. Excellent. Merci beaucoup. Au revoir.